فيها أبدا. أحد ملوك المغرب العربي وتحديدا يوبا الثاني ألف كتاب عن الجزيرة العربية، هذا ويقال أنه كتاب مفقود. أن يؤلف كتاب في ذلك العهد عن الجزيرة العربية، يعني هذه دلالة قاطعة على أنه يعرفها يعني. ها؟ نعم. إذن العلاقات لم تنقطع عبر التاريخ. في الشعر الجاهلي مثلا ملك يكرب يحدد توزع القبائل العربية في عهده، ويذكر أن هذه القبائل ذهبت إلى بتسلسل. كان الأستاذ معالي الوزير كان قد كتب مقال حول شيشناق. نعم. شيشناق. نعم. شيشناق، يعني هذه العلاقة التي حددها هذا الأمير البربري. نعم. مع المشرق، كيف يمكن أن تلخصها الآن للمشاهدين الذين يتابعوننا الآن في نعم. في بلدان عربية؟ نعم، هو في الواقع يعني أنا ذكرني الأخ سهيل، ولهذا قلت احنا متكاملين. نعم. يعني احنا نعم. متكاملين. لا ذكرني الأخ سهيل، هو أنه شيشناق هذا اللي هو فرعون، كان فرعون مصر في زمن معين. لا هو من أبناء بني سنوس بجنب يعني تليمسان، ومن مواليد بني سنوس. طيب فراح هناك وكان يعني قائد من القادة الكبار، أصبح يعني فرعون وكذا، وكان له شأن كبير. ما الأخ سهيل لما تكلم عنه في التوراة أظن أو الإنجيل اسمه مدون، لأنه حارب إسرائيل، حارب زمان إسرائيل، وحتى اسمه مدون في الكرنك، في الكرنك بمصر. نعم نعم نعم. مكتوب في الرخام أنه أول فرعون يعني لحارب يعني إسرائيل. أما عن يوبا، وذكرني أيضا يوبا الثاني اللي هو كان ملك مدينة شرشال. نعم. وكان يعني قوي جدا، كان له جبروت كبير، ثقافة واسعة، حتى كانوا يغاروا منه اليونان والرومان في وقته، لأنه كان داهية يعني كاتب ففتح التجارة. وأيضا هو أول من دون كتاب يعني في الجزيرة العربية، وحتى عمل رسم للجزيرة العربية، وهذا مفدي زكريا يتكلم عنه في